جداد. شوف غادي تصبروا معنا ان شاء الله. نمشيو لواحد البلاصه قوي، نمشيو لواحد البلاصه فيها الضوء، دائما كنبغي ندير منها لايف فيها الضوء. كنت باغي نمشي ندير لايف يا وداد في الدار، ولكن مرحبا اختي، الله يحفظك بارك الله فيك، وتحياتي ليك، ومحبه محبه مرحبا. سير اخويا سير. ام طاهي الصغير تحياتي. خوت غادي نتحرك من هاد البلاصه، وقبل ما نتحرك من هاد البلاصه ضروري شوف عرفتي شنو غادير. غادي ندير لكم واحد كازانور تحياتي، غندير لكم واحد الموسيقى مادام انه ولا تحيبر شدهم الخلعه. ندير لكم واحد ديسك فيروز، مرحبا بك. تحياتي للا فيروز، خلي دي لايك ايميل شيل تحياتي. غادي تصبروا عنا، غندير لكم واحد الموسيقى شويه، واحد ديسك ماضي غنديروا لكم. هذا الديسك هذا تنهديه للقلاليش والمتابعين ديال القلاليش والمتابعين نشاط اواشط مع كامل ضروري، وحتى نوصل لواحد البلاصه. يتوحشك الخير يا فيروز، ما تقول خالتي الحاجه، ما تقول لي تحياتي لك لحساك. والله ما عرفت شنو بغيتي تقول لي الحاجه الناظور. تحياتي لك الحاجه الناظور بنت الاطلس، تحياتي، تحيه للناس الاطلس، تحيه للناس الاطلس. والخوت تبقاو معايا، جات السبع تحياتي. انا راجع لكم دابا نيت، انا غادي معكم، غادي نمشي لواحد البلاصه فيها الضو باش نبان، باش ما نشعلش الضو ديال الطوموبيل لانه غياكل لي الباتري. اوكي مشينا مشينا، غادي في خاطر القلاليش. واحد اغنيه جديده ديال مغنية حسنيه واعره، واخا ما تفهمش الحا لا عندي هذيك ديال اوكي عرفتها. لا عندي واحد الاغنيه اخرى حتى هي جديده. يلا سير. وحياتي ايوا احنا اللي ما بغينا. بانوراما انا تصوري من هنا.
تحياتي لكم سي كينغ عصام، مرحبا بك. نتمنى اللي دخل يعطينا لايك. هذه ليله الحقيقه اليوم، ليله الحقيقه. كينغ عصام راك عزيز وغالي اخويا، ديديكاس ليك من هذه الاغنيه بزاف. الله يحفظك، مرحبا. وطبعا ضروري شويه ديال النشاط، نرجعوا اللايفات القدام. ملك بنت الشعب مرحبا بك، طاطا بديعه واحلى طاطا بديعه. طاطا بديعه الى جيت غدا راه غنتلاقى، ما جيتش غالب الله. جليلة حدي تحياتي، تحية لناس باريس. فاتيسا تحياتي، فاتيسا كريمة الوجدية. أيمن خويا لك ألف تحية. حنان رباطية كاين والله ما غابر. أم آدم إيمان، وما علينا ملينا المشاكل، والله ملينا المشاكل، وقريبا إن شاء الله تسالي المشاكل رغم ان الملفات ما كيتسالاوش. خليل محمد مرحبا بك. كازانور اللي يدخل يعطينا لايك الخوت. لازم نشوف وحده. كمال اكي عزمو لنا ايمانو ماليم، والله حفظك بارك الله فيك، شكرا لك، الله يعزكم كاملين، والشكر موصول لكم جميعا. ام ادم فرانس سلمت عليك. سلمى سارة تحياتي. مختار أحبشان تحياتي. نتمنى يا المختار. نور سونيا شانيل تحياتي، بونسوار. كمال غادي تطلع الفاس ولا لا؟ فوزية اس ام، هذا ما مازال كنفكر فيه، ما عرفتش واش غنطلع ولا ما نطلعش. كل واحد شنو تيقول، كاين تيقول لك انه غادي تكون تاجيل. سمعت لبنى قالت انه ما غيكونش تاجيل، وهاد الجلسات كيدوزو. كمال ولدي ما في خباري والو. غدا ان شاء الله على ما اظن كاين. نتمنوا محبه محبه تحياتي. نتمنوا ودي طاطا بديعه لانه غدا كاينه الجلسه ديال زين المحارم اللي غيحضروا فيها الشهود. غدا نمشي تحضر في الجلسه الحجه، والله ما عرفت لان راه ما سهلاش، ماشي غير جيرا بعيده عنا حنا فاس، راكي عارفه تيفلتر، ماشي تيفلتر بعيده على فاس، راكي عارفه خاصك مصروف، خاصك بزاف د الحوايج، خاصك تضرب ليها 1000 حساب.
لبنان اتصلت بالاستاذ النوري للاستفسار. انا والله ما عرفت، شوف انا ما عرفت، شو ما عنديش تواصل مع لبنان، وما دام ربما انه لبنان تواصلت مع النوري 100% غادي تكون تواصلت ما دام خرجت في ذاك الفيديو. ثمية المانيا مرحبا بك، فاطمه مرحبا، انه تكون تواصلت مع النوري، انه باش غيكون هو اللي قال ليها راه غدا غادي يكون، غدا غادي يكون كما نسير على الله ومقلين الاحداث. والله يا فوزيه شوف نقول لك واحد القضيه، راه المشيه لفاس راه تتقام بزاف، زائد الطريق، زائد انا كنمشي غير بوحدي راكي عارفه. بون سيليبر تحياتي، ندى رامي مرحبا بك، ماريا ماري، لبنى غادي تمشي غدا ان شاء الله. ان شاء اكيد حنا بغينا غير الحق يتنصر، رغم ان شفت قبيله الخرجه ديال مولات الموزون. مولات الموزون تصوري فين تتقرب النهايه ديال شي ملف، والمشكل اللي كاين هو انكم يا ولاد شحيبر ما ربحتوا حتى شي ملف، ولا ملف ربحتوه، ولا ملف. دائما كتدخلوا كتكون الموضوع شي حاجه، كتصدقوا دايرين شي كيه تكيديه. فضاء في حريه تحياتي، اللي دخل يعطينا اللايك الخوت. رغم تم الغاء الاضراب كاين الجلسات، نتمنوا ان شاء الله غدا تكون النهايه. انا غادي نشوف مع جمال ولا مع البروفيسور، الا بغى شي واحد يمشي يعاوننا في الطريق نمشي، ما كاين حتى شي مشكل. انا نقول لكم الصراحه هذه الحقيقه، وكاين اللي غايقول لك لا راه تتسعى، راه شوف هذا انا حاشا لله ان واش نسعى شي واحد، ولكن راه هذه لانه ملي كتبغي تمشي راه ملي كتمشي خاصك المازوت، خاصك الترونسبور، خاصك بزاف. باش نقول لكم الصراحه راه ما سهلاش، باش ما نمشيوش وتم تاجيل. هي بالعنة طلعت تقول هكاك، والله ما عرفت يا اختي العزيزه، والله ما عرفت. اولا لنا الله ناصر تي في خويا، تحياتي لنا الله، ندير لك قليب ومرحبا بك، وشكرا شكرا لك على السوبر شات اللي خطيك لنا الله، تحياتي لك. ونهار كبير هذا، نهار كبير دابا شفتك لنا الله، ونتمنى ان دائما كتطلبي منا ندعيو لك مع بنتك. الله يعطيك شي فرحه ان شاء الله، تدمع فيها عينيك تشوفيها في وليداتك يا ربي. انسان الله عمرها دار بعيده عن المشاكل، تدعمنا دائما الله يحفظك. شكرا لك على الاحترام وعلى الحب وعلى الدعم، احترام متبادل. ناصر واش غدا الجلسه يا ناصر؟ دابا شي ناصر كون جيتيكم مشينا، والله الا كون جيتيكم مشينا ناصر تحط رابط فيديو جديد يشوفوه البنات فيما بعد. شفتوها ماري ديال لقد تجاوزتي الحدود تمشي الفاسي كامل، سوبر شات الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله. شوف انا يا ربي تسالى كي ولات لك المعده بخير، ودي سلمى ساره حاليا والله الا بخير، حاليا بخير. دابا نقول من بعد من نهضر في الموضوع نسالي الخوت، شفتوا مولات الموزون خرجت ناشطه، قالت لك غدا غادي يكون تاجيل 90 وكتضحكي، علاش غتضحكي؟ وقالت لك انه شي وحدين ناشطين وفرحانين الطرف الاخر، ولكن ما عندنا ما نديروا لكم. نورمالمون من تكون عندك المصداقيه وتدافع على واحد الحاجه كاينه، وحنا كنعرفوا ان القضاء هو الفيصل، خاصك تكوني فرحانه انه غيتسالى هذا الملف، ونعرفوا الحقيقه. علاش انت ناشطه؟ اكيد حنا ناشطين، انت ودوه انا جاي ليها. الجمال خويا علوش نورمالمون خاصك انت اللي تفرحي انه غدا تكون النهايه، ونجيبو تجيبي حق ديال الناموسة ان عند الحق. كنتي كتقولي ان الناموسة عند الحق والشهود، انتم علاش درتوا هذا الشيء كامل؟ طلب ديال الشهود يحضروا، انتم الشهود ما حضروش حتى في القاضي في الجلسه ديال جمال، الجلسه ديال جمال ما حضروا الشهود، حطيتوا جوج شهود ما عرف ديك المره واحد جوج شهود خواتات ولا ما نعرف ما جاوش. الجلسه السابقه ما حتى واحد ما كان من الطرف الاخر. انا جايك على هذا الشيء ديال جمال، انا جايك. المهم الخوت بالنسبه لزين المحارم، اولا نبدا بهذا الشيء ديال جمال، هذا الشيء ديال جمال اللي خرجتي كتهضري وكتقولي انه عطينا الفلوس باش نعرفوا وانه نديروا الخير، واحد السيده ماتت وان عائله المرحومه ما عندهمش وكذا. ويا بنت الكلبي انا علاش غادي تحرشي عليا اخت المرحومه منين انت باغا تعرفي حق المرحومه سعاد البريقي الله يرحمها؟ لان الله شكرا لك لهلا خطيك، شكرا على السوبر شات وعلى الدعم ديالك. الخوت عطيونا اللايكات، بنت ماما هنيه تحياتي. علاش غادي منين انت امينه مرحبا، منين انت باغا تجيبي الحق وبقات فيك العائله وبقات فيك، علاش قدمتي اخت المرحومه؟ هذا الشيء على قول ايمان باري. ايمان باري انا كنت وجهت لك واحد الرساله، قولي لي شكون بالضبط باش ما نغلطش على شي واحد. بشرى قاس تحياتي، باش ما نغلطش على شي واحد
توجهت لك ايمان في باريس رساله انك تقولي لنا شكون، لان قلتي انك دخلت ملكه دو باريس تحياتي، دخلت وقلت لها كمال غير قناه، والله الا درتي فيها خير اقسم برب الكعبه الا درتي فيها خير معايا، انا غادي نقول لك الصراحه درتي فيها خير. كانوا غادي يدير الزريوي يجمع لك الفلوس ومشى. الخزان خويا تحياتي الخزان، تبارك الله عليك ومبروك عليك اخويا الدويره، الله يسهل عليك وعزاؤنا لك كذلك في الوفاه ديال الجد ديالك، الله يجعله من اهل الجنه يا ربي، الله يسهل لك الخزان. خزان اللهم نهار تلاقيت معاك الخزان راه قلتها لك فاس، اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطع، اخبار فراسك الله يسهل عليك اخويا، انت مازال في البداية الله يسهل عليك يا ربي. خاصك دابا شي تزويجه، تزوج ما حدك صغيره الخزان، انا نقول لك دير شي مشارع وتزوج اكيد جمال مع الله عز وجل. اذا يا السعايا اللي كتعاير يا مولات المزون اللي كتعايرين بالسعايا، يا السعايا الكبيره اللي كدير الصواني في الخاص وبديتي كتفارشي دابا، لان اللي عطا شي 3000 درهم نعطيها ليه، علاش ما خلصتيش الدفاع ولا بغينا الزرده بعدا عادي تزوج. تحيه للخزان كيقول لك ناصر تيفي ان شاء الله بشويه بشويه. كاميرا الخزان تزوج ما في خباري شي تزوج، الله يسهل الامور، راني فهمتك مزيان ودرت بنصيحتك وقلبت 6-9. الله يسهل عليك اخويا الخزان، انت باقي شاب قلب على راسك وسير بشويه عليك، وان شاء الله دابا توصل ان شاء الله، باقي الحياه قدامك مازال صغير. الله يحفظك اخويا الخزان، والله تنجيو بالكادو ديالك تستاهل مالك، علاش لا. الله اخويا الخزان شوف راه تلاقيتي معايا تنبغيو غير الخير للناس، والله يسهل عليك وسلم لي على كنوز. ام ريناد تحياتي، على شيك العقبه لك اخي كامل، الله يحفظك بونسي لي بغله لي خطيك. درت تصوري انك تفرشتي كديري الصينيه كتعيري الروباله وانت كديري الصينيه في الخاص غدا عند القنوات، عاونوني عافاك وكتحرجي القنوات، انا عارف حرجتي القنوات، كاينه قنوات اللي ما هضروش في القضيه ديال جمال وحرجتيهم ودرتي لهم مشاكل. ياك نتوما كتعاونوا عندكم محسنين، الزريويل ديالك النصيصيب كان تيجمع الفلوس باسم سعاد البريقي، بوعزة جدتي، بوعزة العلوي خلاتها إيمان باري، تنتي جمعتي الفلوس يا بوعزة، ولكن في الآخر شوف أنا مبغيتش نجبد واحد الشخص آخر تا هو جمع الفلوس، أنا عارف هادشي، كلكم تاجرتوا وجمعتوا، خصوصا نتوما التولاتي، نتوما هاد التولاتي اللي هي أنت يا بانوراما كنتي كتقولي لنا أنكم نتوما واعرين وكذا، أنا نقول لك واحد القضية. قلتي الجمال غادي نعطي لك الفلوس اليوم وغدا وباقي غادي نعطي، والله انت ما قدرت تعطي شي حاجه، انت اكبر استغلاليه واستغليتي ديك العائله وخرجتي عليهم مع الجمال. لو كنتي قدرت تعطي كنت كلفتي، لان الجلسه اللي كانت سابقه اللي كانت في المحكمه الابتدائيه بمدينه قنيطره اللي فيها 3 المتابعات ما كان حتى واحد من الطرف الاخر والناس تفهمها الخوت، ما كان حتى واحد من الطرف الاخر، فهموني ما كاين لا دفاع لهم يحزنون. انتي مشيتي خرجتي على دوك الناس، منين نتوما باغين الحق ديال سعاد البريقي مرحبا، بغيتو تعرفوا حقيقتها، بغيتو تعرفوا باش كدا باش دارت، بغيتو تجيبوا حقها، علاش مولات الموزون، علاش البانوراما مشيتي كتحرشي عليا اسيا ولا سميتها، علاش مشيتي كتحرشيها عليا ديري شكايه بكامل، انا راه يوتيوبر تنهضر بحالي بحالكم، وما عندها ما تقول في الشكايه، شنو غادي تقول؟ هاد الشيء راه مربك، خرجت قلت انه 40 دارت، عندي ما يثبت، انا مشيت تل تما واعترفت لي خالد جمال، ومستعد يوسف وفاتي تحياتي خويا مرحبا بك، ومستعد انني نشهد عند القضاء، كاينه شي حاجه اكثر من هكا؟ مستعد انني نشهد عند القضاء. مستعد انا قلتها لكم عباد الله، راه قلت لك ديك المره الناس القانونيين اللي مكلفين بكم بانوراما قول لهم كيما حطيتوا هذوك 6 ديال المصرحين عند الفرقه الوطنيه حطوني انا، ياك نتوما كنتوا كتقولوا اننا احنا مشاركين، علاش ما حطيتونيش؟
بغيت علاش ما حطيتونيش انا في القضيه ديال سعاد البريكي ما دام نتوما متاكدين انني انا داير ومشارك وفاعل وتارك وتنغطي وعلاش ما قديتوش؟ كاينه شي حاجه اكثر، كاينه شي مصداقيه اكثر من هذه المصداقيه؟ علاش؟ يلا انا تنقولها لكم. انا المخطط، يا قلتوا لي انت يا جدتي قلتي انا المخطط، علاش ما قديتيش تمشي ديري شيكايه؟ انت كنتي كتمشي تطلبي تما قدام القهاوي، تطلبي غوارو ماركيز غوارو كازا وكذا، عييتي مع كذا نهار ثلاث نهار كذا، حتى تمشي تسترزقي. خرجت ايمان باري شوهاتكم، حيت ايمان باري كان عندها تواصل مع الطرف الاخر. وهنا بغيت نقول ايمان باري ارجوك يا اختي، بغيت نعرف غير شكون اللي حرش اخت سعاد البريكي الله يرحمها، حيت انا ما ضربت في عرض ديال هاد اختها، ما سبيتها ما عيرتها ما والو، قلتي كانت خرجات عندها في منابر، خرجت انا عطيت بعض التناقضات ديالها، عطيت بعض الامور. كيف يعقل نتوما قالت لكم بنتكم انا غادي نشرب السم تتخرجوا كتقولوها في المنابر، ونهار فاش كانت معاك امي حداهم ومشيتي للسبيطار وانت عوض ما تقول لهم عتقول بنت، لان تما تتسارع مع الوقت عتقول بنت، تتقولي لهم لا عطيوني نديها للكلينيك، عطيوني نديها لواحد السبيطار اخر. لا السيده ديك الساعه سي ديك الساعه قولي ليها اخت المرحومه قولي وهذا الشيء. بغيت دابا فمي تياكلني حيت بغيت انه تخرج الجلسه، حيت انت نقولك واحد القضيه، الملف راه مشى من قضيه التحقيق، راه نتوما ما عارفينش حيت ما بقيتوش كتخلصوا، ما تكتبوش لي الاسماء الخوت، حيت انت فراسك شي حاجه هنا. اولا عدم تقديم يد المساعده راه انت هي هي اللي خاصك تسالي عليه، وهذه حقيقه. قلتوا ما كانتش كذا، انا نقول لكم يسرى بنت جمال، يسرى بنت جمال انا هضرت معها واحد القضيه غنقولها لك ايمان باري، قلتي واحد الهضره قلتي انه اتصلت بالام ديال المرحومه قلت لها الا بغيتي نعاونك، قالت الكسول هو اللي قال دير بك شكايه لتصفيه الحسابات. الكسول هو دابا ما باقي في سيريا وكيخوفوا جمال. الملف ما كاينش في سيريا الخوت، الملف شوف خبر مؤكد كما البين اللي حرشه هو ابو خياره زريوي، انا جاي لملتك انت. شوف واحد القضيه، الملف خرج الخوت، الملف خرج من قضيه التحقيق، هذا انا تنأكد لكم، هذا خبر حنا عارفينه، ولكن ما عندناش الضبط بالضبط فوقاش كاينه الجلسه، فهمتوا؟ اما الملف راه خرج، فخبارك ود ديال الكاسول غادي نهار غيخرج الملف، راه انت عندك واحد الفرشه تما، قالت الكاسول حرشها عليك، لانه الكاسول ما قدش عليا، اكيد غادي يحرشوا ليا وغادي يورطها معايا، انها تبقى طالعه هابطه طالعه هابطه. واش انت قاده ديري بيا شكايه تجي تلتفلت؟ قاده تجي ديري بيا شكايه تلتفلت؟ وعلاش هاد الشكايه؟ حيت انا تندافع عليك على واحد اختك اللي شوهوها لك. شتي نورمالمون انت اسيه، لو كنتي كتفكري اختك شوهوها لك في شتي داك الكاسول، اختك ما بانتش في اليوتيوب، انت ما عندكش العقل، اختك ما بانتش في اليوتيوب في الحياه ديالها، ويشدوا وصيفطي الصور، راه انت شوهتي اختك، شدوا الصور ديال اختك تحت التراب وكتحط في اليوتيوب وهي السيده تحت التراب. كان بامكان انهم يهضروا بدون ما يديروا الصوره. شتي يسرى بنت جمال قالت لي انا شخصيا انه انت دخلتيها وصورتيها. شوف يا ايمان باري، قلتي واحد الهضره، قلتي انه قلت للام ديال سعاد البريكي الا بغيتي نعاونك، راه انا شوف انا راه ما عنديش حي، انا ماشي تنكرههم، شي انا لو كنت عارفهم فعلا ما غاديش يديروا حتى يعني ما غاديش يديروا شي لعبه ولا شي مشكل ولا شي حاجه. مدونة كمال، أنت اليد اليمنى لجمال، أنت أيضا متورط في مقتل سعاد جمال، سوف يخونكم جميعا عند الدستور على عقوبتي إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله نرضي. أنا ندي البنات، ولكن سمعين نقول لك إيمان باري، أقسم بالله لا يسرى
ولا البنت الصغيرة؟ ولا يسرى ما باغينش يشوفوا لا خالتهم لا جداتهم، لانه غادي نقول لك نهار فاش حطيتي الصور، انت من واحد، انت ايمان باري من الناس اللي حطيتي الصور، انت وحده من الناس اللي حطيتي الصور ديال يسرى وديال المرحوم. يسرى كان يخرج ليها العقل، راه تشوف اليوتيوب، راه كاين عندها التليفون وكاين تكدا وتطل وتتمشي للمدرسه وبزاف ديال الامور. هذا خطا درتيه فادح. مهمة علينا، سير دعيني يا صاحبي. واه ما فهمتكمش يا كريم، سير دعيني يا كريم الريفي يا صاحبي، سير دعيني. انا قلت للبانوراما مادام انت هي الراعي الرسمي، انت اللي كتجمعي الفلوس باش تعطيهم على جمال باش يمشي يدخل الحبس باش تصفي حسابات معاه. لانه شوف زريويل قال الاخت المرحومه دعي كمال، عطيها الفلوس باش تدعيني يا صاحبي. هذيك الساعه تجي تدعيني حتى لهنا وتجي تدعيني واجي معها حتى انت. والله يا هاني ما غسلنا لهم الدماغ، اقسم برب الكعبه الا هذاك الشيء كامل شافوه. لا يعقل واحد واحد البنت عارفه كل شيء كيفاش غنغسل لها الدماغ؟ راه مو هذيك واش انت مسطيه ولا حيدي عليا حيدي عليا. ما علينا، انت زريويل ما قديتيش انك تواجهني. انت شوهتك شوها منين غادي ترفع السريه على التحقيق؟ انت شوهتك شوها مع المتابع تقول لهم انت مرجل؟ احنا غادي نشوفوا منين غادي ترفع السريه على دابا، وانا غادي تكون اول جلسه وغادي تناقش الامر، غادي نقول لك انت شنو وقع لك اصلا. ها كاينين شي حوايج راه بنو كديبه راه عارفاهم، ولا انت عارفه؟ ما عنديش الفرانات انا. نهار فاش عرفتك اولا عرفت داكشي كطبخوه الجمال وانكم غاديين باغيين ديروا جوج حوايج، قالك سيدي بغاو يمشيو عند خالة الجمال، قالوا ليها مشيو تشهدي عند قاضي التحقيق. راه مصلاتني ما عندكم، ياك خرجت هذيك الحاجه، حاجه مولات العمره خرجت الحاجه قالت لهم السرباي والقلال اش غير تيكذبوا. في الاخر قالت لهم اه ما عرفتش شكون اللي تيخرج الاسرار. ولا لا اخباركم الخوت انه الخاله ديال جمال نهار مشينا عندها والله ما عارفه واش جمال مديوره به شكايه ولا لا. راه نتوما مراد، راه كتقول شنو تديروا؟ درتوا واحد المؤامره على جمال غادي نمشيو نشدوا خالته نديوها؟ راه انا غنمشي نشهد، راه انا غادي نمشي نشهد. والسيدة ماتت بالسم ولكن يسرى مصري. راه انا ما يمكنش نقول قتلات او لا، احنا مازال ما عارفينش، القضاء هو اللي كيحكم في هذا الشيء. راه بحال بوكريشه وزين المحال، ولكن ياك نسيتي ياك قلتي بانوراما جمال ما غاديش يعيد مع دارهم وقريبا، وكنتي كدوخي المحسنين والمتابعين وهنا كتهيجيهم، خصوصا الناس اللي كيحملوش جمال باش يصيفطوا ليكم. راه ما يمكنش، راه واحد العدد كبير كان كيصيفط لكم. فين مشات هاد الفلوس؟ فين مشات؟ ملي مشيتي انتيا كتسعاي، وهذا راه سعايا، هذه راه صينيه في الخاص، وماشي اول مره درتوها حتى بالنسبه للناموسة. فهمتي؟ الريفي امستردام، سير صاحبي غادي نسبك، سير صاحبي انت جا ما نعرف تخلوا عليك ولادك ولا النهار كامل وانت حاضر اليوتيوب. هذيك المره كنتي كتتصل بيا وقلت لك سير بعد مني ما تبقاش تعيط عليا، راه انت مريض صاحبي، غنبقى ندير لك بحال جمال. طالع البارح عند الروباله بقات لك غير الروباله، سير صاحبي شوف لك شد شي تسبيحه صاحبي، راك قرب تموت صاحبي. صوفيا سونفانترو مرحبا بك،
شوف غادي نقول لك اودي، غنقول لكم واحد القضيه كامل، كل من كيقول انه غادي نساهم ضد الجميع غادي يشدوا فلوسكم عندكم. شتي القضاء هو اللي غادي يجيب الحق ديال ديك السيده، اما نتوما غير مسترزقين، اقسم بالله بنتو على انكم اكبر سعايه. منين كتقولي غتعطي شحال؟ غتعطي انتيا تقدي تعطي واحد 10 المليون، لان القضيه مازال خاصها لها واحد 10 المليون اخرى. مساء الخير اولاد، الا بغيتي فعلا تجيبي الحق سيري عاوني الناس، راه تلقاي عائلتك، راه خوك تيجمع البوانت في ازرو وانتيا غاده قال لك بقاو فيك الناس وما بقاش فيك خوك. خوك اللي ما قداش ياك انت شحال ضربتي على هاد الملفات، اسير دير خوك غير شي مشروع، دير ليها شي حوينيت انه يترزق فيه الله. تحيه لخوك، فهمتي؟ تحيه لخوك. غير هو انا تنقول لك، غير تنعطيك مثال، انت بغيت تصفي حسابات مع جمال، تصفيه الحسابات ما دام انكم فعلا حرشتوا ديك السيده عليا باش دير بيا شي كلام، راه غتوحل معايا انا، غيقولوا لي غنقول لهم انا عايش في هذا الشيء. مرحبا، عيط عليا قاضي التحقيق مرحبا، وقلت لكم، قلت لكم خلصوا كمال، خلصوا بعد المعله اتعاب تكمل مع اسره. والسيده راه ما حضراتش يا امي طامو الجلسه السابقه، ما حضرت حتى واحد، انا تنقول لك ما حضراتش، باقي لا ممثل لا شي حاجه، علاش كتكذبي على الناس؟ اذا بغيتي ثاني تبداو ثاني تسترزقوا بالملف ديال سعاد البريقي الله يرحمها، ما كتحشموش، قلبتوا هذيك العائله اللي قدمتوهم. جداتي راه هذيك ماشي غير سعايا، هذيك هذيك راه شوف هذيك المره اورغانزا درتها، شكات بيا درت اورغانزا في الشكايه، قالت لك تمولني انا اورغانزا، وانا اورغانزا ما عندي بها حتى علاقه. تصور ان حفيظ كان تينتقد اورغانزا، كانت بغات دير به شكايه ودايره معايا حفيظ في الشكايه، انه حتى حفيظ قال لك حتى هو تتمولو، كيفاش ان تتمولو هو؟ واش تسحب تنبيع الدمام ديالنا؟ انت مسترزقه. شتي نقول واحد القضيه، شتي نهار وقفتي عليا في فاس وجاو البوليس، تحيه للشرطه، راه مساكين قالوا لي لا فلور دو في، تحياتي تحياتي لك الله يحفظك، راه قالوا لي هذه راه مسترزقه، راه كنعرفوا هذه مسترزقه. تنصحابوش قلت يقولوا لي ها صوني على الحسنيه، راجا صوني على الحسنيه، راه غتجي الحسنيه، راه مريضه على ما اظن، صوني على الحسنيه. كما الاخت راه قالت للناس ما تخلصتش المعلمه ونتحداهم تخلصت في اول دفعه، صافي اول دفعه صافي، راه ما غيخلصوهاش لان الملف ما فيهش المرقه. ما كتجاوبنيش صوني على، ما كتجاوبكش جمال، الا كنتي في اللايف نزل ومصالح تحياتي. حتى شي ميلف ما غتربحوه، شي اي واحد تيعطي فلوسو على جمال نقول لكم تدخلوا الماء في الرمله، وانا عارف شنو تنقول لكم، راه العربون بان لكم وبانوا لكم ان هاد الناس ضحكوا عليكم، ضحكوا عليكم هاد الناس، غادي تكون كتنعس بكري والله ما نعرف تيزني. تحياتي، ضحكوا عليكم هاد الناس، هاد الناس تقلبوا عليكم، داو لكم رزقكم. ها هي المحاميه ما تخلصاتش، مع احتراماتنا للمحاميه تدير خدمتها هذيك، ما تخلصاتش، تخلصت دفعة واحدة بجوج المليون. يا منى تحياتي، فهمتوا؟ إذن وصلت بكم الدرجة، خرجتوا على العائلة، دابا تصوروا غيسالي الملف، جمال غياخذ البراءة، غيتابع العائلة، شكون اللي غادي يعاونهم؟ أنتوما والله لا تعاونتوهم، والله لا والله لا عاونتوهم، ما غتعقلوش عليهم. دخلتوا الفلوس، الزبابل ديال الفلوس على سعاد البريقي، انتم ما رحمتوش حتى اطفال صغار، حطيتوا الصور ديالهم. تجي انت يا الشيخه ديال الاطلس تقولي عليا انا ما عنديش مصداقيه، قولي شي حاجه قلتها كذوب. واش انا اللي قلت للناس ان جمال غيمشي للحبس؟ هادي راه هادشي راه كبير، هاد الخبر كبير اللي قلتي، هاد الوعد هذا اللي عطيتي للمتابعين، فين هو جمال في الحبس؟
انت يا اللافعي، قلتي لي ديك المره منين خرجت وقلت لكم انكم انتم تطبخونها وغادين انكم تمشيو عند خالتي جمال تديو هادشي عند قاضي التحقيق، خرجتي قلتي لي حتى سريه البحث، حتى سريب سريه البحث والسربايج جبتي الربحه ودرتي عليا بوست. فين هي جبت الربحه؟ انتم حزاقين ما قادين حتى على حاجه، انتم مسترزقين كتصفيو الحسابات مع الناس. تصور نقول لكم واحد الهضره، اقسم برب الكعبه كون لقيتو بكري شي فحال جمال والله ما تقدو والله كره قلبتو كره مشيتو كيما درتو ديك المره مشيتو عند ديك رشيده الراسي السيده بينها وبين جمال بينها وبين سميتو وي 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 عارف عارف حرضو عليا غيت جمال حنان ممكن تتابع الحزاق كامل. سمعتي سمعتي اللي كتدخلي المغرب بلادك بلادك كتدخلي لي فحال الطوبه داخله في قوادس. سمعتي؟ اما تخرجي تقولي غادي نعطيو مازال غنعطي اعطيو زيد يعطي اعطيو زيد يعطي وشوف اعطي مع راسك اصلا فلوس البنات ديال مزعطوط كاينش مشكل ونحن ما زلنا في الميدان. والميل في الحزاقه يا الكذابه اللي كتقولي للناس انه تعطات لينا اوامر باش ما نهضروش خرج من ملف من قاضي التحقيق والان غادي نتحدد الجلسه او لا كاينه الجلسه. المهم غادي نوفيك حنا ما تكذبوش على الناس ما عندناش بالضبط اكزاكت وديك الساعه غنفرقع عليك واحد شي حوايج انت مخبياهم. خلي ديك الموضوع اللي جبت لك هذيك المره ومشيتي كتجري واقول للسربي اسكت راه حنا ردينا لك الفلوس هذاك خليه بوحده هذاك غيفوت 2025 غندير لكم مسلسل. باقين عندك فلوس اللي جمعتي على سعاد البريكي الله يرحمها؟ ايوا خلصتي الاستاذه راه مازالتش مسكينه المره اللي فاتت. تحيه للاستاذه مسكينه كاع ما جات وخلصوها. الاستاذه راه كدير خدمتها راه ما عندهاش تصفيه حسابات. تصفيه الحسابات عندك انت انت وهذيك التابعات هذوك الحزاقات اللي دايرين بيك. حيدتي شعرك حيدتي نتفه من شعرك وحلفتي على جمال مصورتي التوزة. عرفتي علاش؟ عرفتي وقلتها لك قلتها لك مرارا وتكرارا قلت لك حذاري ثم حذاري. خوت سمحوا لي واحد دقيقة ونزيدكم واحد القضيه نزيدكم واحد القضيه الخوت اسمحوا لي بزاف نزيدكم نادين تحياتي نزيدكم واحد القضيه. جيتي اتهمتي لي مرتي يا بنو كديبة قلتي لي ان مرتي كتهضر مع المتتبعين. مرتي عندها متتبعات واتحداك اتحداك هذه يجعدوني مرحبا بك ان مرتي طلبت شي واحد شي حاجه. كاين اخوات كيبغيو هما صوت الاراده خويا تحياتي صوت سلام سلام تحياتي مرحبا بالجميع الخوت عزيزه عليهم مراتي حيت ما تدير ما تتشتت اسر ما كتجمع الفلوس ما كتصفي حسابات ما كتسب مع الناس ما كتضرب في عرض قصيرات
بزاف عليكم الزوجه ديالي وديال بانوراما، زايده عليكم بزاف. عرفتي علاش؟ حيت عندها راجل حكمه ام بي تحياتي، وكتحتارمها. عرفتي علاش؟ انا ما عمري غنطلق منك حيت طرتي، واخا ما تنطيرش على راجلك، وطرتي ليا على مرتي. نورمالمون شي انا ما فهمتش، ما عرفتش انت واش مزوجه ولا لا، الله اعلم الله اعلم. لان لو كنتي مزوجه ما غيخليكش ديري داكشي اللي درتي في يسرى. اما جمال راه راجل غيقد براسو مع الرجال غير صا مع راسك. هنا كنقول لك فين هو الزريويلي اللي تيقول غنجيبو الحق؟ عاشت عاشت، قال لك سعاد البريقي الله يرحمها، بو زبال بو خياره. بقيتو تابعين واحد بو خياره تصدق ولا لا؟ ما تيديماريش الا ما تخور، حشد المتتبعين سمحوا لي. سمعتي؟ زايدين عليك. عرفتي علاش ربي نصرنا؟ حيت زايدين عليك، زايدين بالرجله بالمصداقيه. ما كنحفروش للناس، ما كنحفروش للناس. تفرشتي ديك المره مع الناموسة كتجمعي الفلوس انت والسمساره باش انكم ديروا شكايه بلوبنا، دابا تفرشتي انكم باش تصفيو حساباتك مع جمال. يا كنتي قلتي غنخسر عليك الزغبه من شعري وكذا ومن هنا والادسنس ديالي، وفين هو الادسنس ديالك؟ كتضربي الزباب ديال الفلوس وخلصتي غير الاستاذه تبقى تجي باش انها تكمل الملف. وحلتوا الناس، خرجتوا على الناس، وهمتهم انهم غادي يربحوا الفلوس وغيعاونوا المحسنين وهم يحزنون. سمعي مزيان نقول لك، انا ما كنجيب شي معلومه كنجيبها اكزاكتلي. ليلى حماتو، عرفتي علاش ليلى حماتو؟ خرجت واعتذرت من جمال وقالت لي انا نشهد معاك حيت عرفت الحقيقه. انت غتكوني احسن من ليلى حماتو، انت هي الحزقه ديال اليوتيوب اللي ما خليتي حتى شي واحد. انتفت حاجه اخرى بروفيسور، اجي عندي الا بغيتي تجي، انا راه كاين هنا حدا، راك عارف، راك عارف انا فين كاين حدا لوتوغوت. انت غتكوني احسن من اللي لحماتو، تحيه اللي لحماتو. عرفتي علاش؟ وانا قلتها ليها، قلت ليها انه اللي لحماتو، عقلتي باش تعرفي انني تنجيب داك الشيء ناضي، ندير هاد الحاله في اليوتيوب حتى يقسمني راجلي. ماشي مشكل تنتقد، ولكن ماشي تمشي تبقى تحفر للناس وتبغي. انا ما تقديش عليا بانورا، ما تنقولها لك، انا ما غتقديش عليا. ليلى حماتو عاقت بيكم، وانا خرجت قلت ليها واحد الهضره، ومن بعد قالت لك كاينه صحيحه. ليلى حماتو مشيتي للدار ديال سعاد البريقي الله يرحمها عند عائلتها، وما دخلوكش لدارهم. تعليمات ديال الزريويلي، خاصكم تمثلوا وتبكيوا على الناس. خرج عليكم الزريويلي ومشى هرب وخلاكم، ومشى هرب بفضيحه ان السيد ما كيديماريش غير بالخيار. ليلى حماتو اختي قلتها لها، قلت لك اه، قلت لها ودي ليلى حماتو. انا ليلى حماتو ديك الساعه مازال ضدنا، وقلتها لها قلت لها انت مشيتي للدار ديالهم، ما دخلوكش للدار، دخلوك لواحد الكوخ. هذه تعليمات ديال زريويلي، خرج عليكم ووديها العائله ديال، دخلوك لواحد الكوخ، حطوك قدام سميتو. وشنو داروا؟ بداو تيجبدوا التليفونات. اه وعرفتي موين جمال اعترفت، وعرفتي اختو اعترفت، اه واه وعرف خبارك، وبغاو يدوخوها. ليلى حماتو ذكيه، مشات في حالها، عرفت هادو كيتقلبوا عليها قلبيات ستات سعود، وعندها حقائق. غادي نقولك شنو هاد الحقائق، لان كاينين شي امور اخرى. وشكرا ليها على الموقف ديالها. الناس تيقول لك الله اعلم، لا يعقل واحد السيد قاتل داز عند الفرقه الوطنيه شي سته المرات، داز عند سيد قاضي التحقيق، ورغم ذلك سيد حر طالق. ما عمرش شفت انا شي واحد حر طالق وهو داير الخيانه الزوجيه. كاين شي واحد الخوت كيدير الخيانه الزوجيه وانت كتشوف فيه؟ السعديه تحياتي. كاين شي واحد غاد دابا انا اللي بغيت نخون مراتي غادي يكونوا حاضرين معايا الناس؟ شتي انا نقولك واحد القضيه، شتي اللي تيبغي يدير شي حاجه راه شتي هاد حقه. قلتو تصاحب، قلتو تصاحب
قلت حقات صاحب جمال كانت يتصاحب مع كم صاحب جمال هذيك ديال بوفكران. انا الزوجه ديالي كاينه وعارفه هذا الشيء، مراتي عارفه هذيك ديال بوفكران. دابا شوف الله يسهل عليها، انا قرنات فيا والله، وخرجت قلتها باش الناس ما تمشيش غلطه. راه هما تيتلاقاو مع جمال، والسيد مع سكوتي في الواقع وما تيهضرش بزاف، فهمتي؟ ما تيهضرش تيقرنوا فيه. وكمان ما عرفتش علاش كانت لاصقه على يونس. دابا المشكل يونس ويونس مربوحه براسه. انا كنت كنتاقدو، انا كنت مع سميره الله يسمح ليها، انا كنت مع سميره، هي تتقتل، هي تتشرشم يونس اكثر من سميره. الله يسهل عليها ام لينا، الله يسهل عليها، تتشرشم يونس اكثر من سميره. كتخرج عليها الديوت يا لوبيا، ومني كتقولي على يونس لوبيا، شكون ولد هذوك الوليدات؟ ما فهمتكمش انا، وكنت كنقولها لك يا ابو الزباله، لا انت لا ديك سميره، تنقول هذيك سميره مكلخين. قلت لها تتقولي لوبيا، اتحداك انت يا بانوراما جبدي لي شي لقطه قلت على يونس لوبيا باش تعرفوني راجل عليكم وعندي مبادئ وعندي هذا. اما انت تابعه غير الفلوس، انينا جمانة. ودابا قال لك راه تزوجات الله يسهل عليها، ما بغيناش نخسروا لها سعده. ما علينا، القضيه ديال جمال نحن معكم في التيران، راه ماشي ما بغيناش نهضروا ولا نسينا وكذا. غترفع السريه والله الخوتي، اللي غنقول لكم شي معلومات غنقولها لكم، كاينه في التقرير، غنقول لكم شنو قالوا، غادي نقول لكم شنو وقع، غنقول لكم السريويلي الراجل اللي تيقول لك راجل شنو دا شنو وقع ليه، كاين حوايج فهمتي، وغنعرفوا شكون اللي سرب. مولة الموزون غنعرفوا شكون اللي سرب، جدتي غنعرفوا شكون اللي سرب، يا جدتي غنعرفوا شكون اللي سرب التشريح الطبي. هنينا جمانة ام ريهام الغزالة تحياتي، غنعرفوا شكون اللي سرب، والايام بيننا وبالاعتراف، وغتعرفوا علاش المعلمة ما بقاش تهضر حتى هي مسكينة، ما بقاتش كتصيفط. قولي للناس دابا انت الا كانت كتسنى تجيب لنا كسكس كما حنا مراد. واخا انا واحد شويه وغادي نمشي، واخا جمال صبر صافي، انا غنقرب راه هي في اللايف غادي نقول لها وجدي داك الشيء. الا كنتي مراه ومزغرت عليك امك، ها هو غادي يدوز، شنو رضوان وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك اهي. شكون رضوان؟ لسان المظلوم خويا تحياتي، مبروك عليك الوريقات يا خويا، الا كنتي درتي الوريقات راه غنقول لك مبروك عليك. بلاتي اش من سلبي واش تحمق؟ الا كنتي امراه وعندك مصداقيه، منين ها هو الجلسات غيبداو، خرجي قولي، خرجي قولي بخياره باش اعترف صافي. قالوا لي ان القديده شرشم المتتبعين وشرشم بلاك. رضوان في المانيا خويا مرحبا بك، انا راه ما شايفش والله ما شايف، اما تبلوكيوش خليهم الخوت ما تبلوكيهمش. انت مصطفى راه ضربتي والله ما نعقل عليك، ضربتي حقك. قالك القديده، واش في خبارك القديده تبهدلتي؟ قال لهم القديده مشيت للعمره وكاين ما تهديتش. قالوا لي ما الله اعلم، قال لك سيدي القديده قال شنو وصلني، قال لهم واخا مشيت للعمره شرشم بلاك. عرفتي علاش شرشم بلاك؟ ما شفتش اللايف. انا نقول لك علاش شرشمتي البلاك القديده، بلاك ما تقدرش توصل ليها. انت شوف باش تعرف راسك نكار الخير، كان حماق علي كريم تحياتي مرحبا بك والله الا بخير الحمد لله. القديده قال لهم مشيت للعمره ولكن لم اتوفق في انه انتهدى، لانني انا ما يمكنش. قال لهم ما بغيت نبعد على الشرشم ولكن هذا ما لما شرشمتش
ما ناكلش الخبز وتشرش من لليتك صاحبي. انت ما خليتي، انت شوف، وانت ناس داروا فيك خير، ناس داروا فيك خير صيفطولك باش شريتي دار وما عقلتيش عليهم. مالك الوجديه صيفطات لك الفلوس باش شريتي دار وعاونوك باش شريتي دار. عتيقه الغاني مرحبا بك اختي، باش شريتي دار وما عقلتيش عليهم. انت الا جينا نقارنوك مع بلاك بوزبال، انا تنعرف بلاك شخصيا، انسان بوليداتها محترمه. شوف راه محترمه، انا جاي نقول لك اقسم بالله ما توصل لها ودي القديده، وانت نعرفك انت، انت ما تدوش على 10 سنين صاحبي، الزغب اللي في ودنيك ما كتحيدوش، كتبقى حاضره ماركيز والفيديوهات واللايفات. واش عقلتي ملي كنتي كتقول لي القديده هادشي علاش دار عليك بلاك لايف؟ انا غنقول لك علاش، انا راه عارفه، انا راه كنتي تقولها ليا، راه كنتي كدير لايفات على متتبعين لي مع زريويلي كيعطيو السوبر شات. انا نقول لك علاش، باش تهربهم تتسبهم باش تهرب. دابا انت قلتي زعما غادي نعاير بلاك، غادي نسب بلاك ولا غنسب المتابعين كيعطيو السوبر شات، حيت انت مفقوس من السوبر شات، باش زعما باش زعما انهم يهربوا على القاله، علاش غنبقى نسبهم باش يطلع لهم الدم ولا غتهرب جويسو ولا فلان ولا هذوك ولا لنا الله ولا دوك الناس كيعطيو السوبر شات غادي تسب. دابا انت بلاك، بلاك راه ما عين مسوقه لك صاحبي، بلاك راه دوزات العمره ايامات العزمه، دابا راه سرق الزيت في حالك تيمشي لسميتو تتسب صاحبي وتتعاير وتتعاير جمال. وقلتي واحد الهضره، قلتي يا منافقون، انا سمعتك قبيله شنو قلتي، ها هو انا القناه ديالك من حيده غير ملي قالوا لي سبيتي المتابعين، علاش انا ما تنسبش المتابعين ديالك؟ حيت انت واحد الحزاق زيدك على هذا البانوراما، زيدك على دولة شحيبر، شوف باش تعرف راسك منحوس. لوقيته اللي غادي تمشي عند زريويل غادي يهرب من البلاد، كان غادي يمشي للحبس، غيتحكم بالعام. شو سبحان الله، باش تعرف راسك منحوس ومجونب. ونهار خرجتي من عندنا بروفيسور عاد تفطح شويه مسكين خلا حافظ، عاد ولا الدراري يوصلهم من دا جمال عاد سهل. نهار مشيتي بحالك لقينا الارض اللي شرا جمال، سبحان الله. النهار مشيتي بحالك وثلاث شهور وحنا تنقلبوا، النهار خرجتي قلبتي على جمال لقينا الارض. البروفيسور حافظ مسكين وصلوا ندا، اول كادو غيوصل لحافظ بروفيسور بروفيسور دار صالون، الله يسهل عليا يا ربي باش تعرف راسك تمشي معنا من جنب ديك الكريسين ديالك. قلتي انه زريويل هو اللي طلع، هو اللي بينك انت وسعى بك انت. اما سيدك السربي ما تبقاش تجمع سيدك السربي، تراك عارفني عقلتي ملي كنتي دير لايفات على المتابعين وتقول لي يا ودي راه ما لقيتش باش ندير لايف، اللهم ندير لايف على موت وتعليق تدير عليها صاحبي لايف. بلاك دابا فاش جبداتك، وانا متاكد بلاك والله ما شوف بلاك ما كاينش في هذا العالم، انا نقول لك السيد راه غتتحط التليفون مشات، راك يتك انت صاحبي اللي تتعترف انه ما تقدرش تاكل الخبز بلا تشرشيم نورمال، مو انا تبقى فيا تبقى فيا لان ما كلك معظم صاحبي. وتا تا بديعه شداتك غا ضربات فيك غا صبعها، قلتي لهم المسلان تقسمت ما عندكش للهمان صاحبي. شو سبحان الله، باش تعرف راسك منحوس جيتي عند زريويل تحكم بعمد الحبس، وشو هالفضيحه صدق بوخياره زريويل صدق زوزو، خليتي الرجال ومشيتي تبعتي واحد زوزو. صدق زريويل تفضح، طحتي عليه يا خويا بنحسك، سيد تفضح تحكم عليه بالحبس، هرب من المغرب بقى فيها الراس تاع زريويل بحال المصاصة. نهار وليتي معاه والسيد لور لور وعاد الفضيحة ديال ديال ديال, ديال مغرب بلد العز قلت لي تحيه تطفى دي عاوي يسبني ولد الساعي ماشي مشكله. بلاك دابا هادوك بلاك هذاك راه ما تيعرفش والله يا بلاك، هذاك راه فمو غادي تيعواج غاب كثرت السبان ديال الناس وغاب كثرت النفاق اللي فيه. اك
اكبر منافق، اكبر منافق شتو انا في حياتي، كاع ما يبقى فيك الحال. لا 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 جلي لي من مشي لا عمره الاول، تدوز واحد 3 سنين تصب الشتا مزيان تغسل ديك الدنيا ونمشي نمشيو للحج، ما كاينش العمره. واش انا الا مشيت انا وياك رجو اديالي، واش انا الا مشيت غادي نبقى ندير فيديو؟ ما غنعتاك انا تما صافي، ما هو لله لله، وبنادم اللولة وبلاك هو اللولة. والله الا تهنيت من الشكاوي ديالو، والله الخوت ما نكذب عليكم، كنت نكون خدام تصور مازال تنعقل هاد اللحظات هادو، تنكون خدام تيصيفط لي شي واحد شي اوديو شي ميساج وتليفوني ما تيبغيش يحبس، وكا ما نعتق شنو واقع، هو مال قديده تيشكي قال لك داو ليه الطاحونه داو. الله يعطيك، بقاو ليك غير المتابعين ديالنا، ما قديتيش علينا بقاو لك المتابعين. انا راه ما عندك ما تقول عليا القديده، راجلك باش ما بغيتي تحي. شوف انا ما نسبك ونبقى نعايرك، شوف ما عندك ما تقول عليا، انت ما عندكش مصداقيه ماشي راجل. لو شو سبحان الله، لانك ماشي راجل راك تابع زوزو، راك تابع زوزو دابا، راه زريويلي راه زوزو. عرفتي شنو هي زوزو؟ انا نقولك شنو هي زوزو، راه تيخشوا فيه صبع، راه ماشي انا اللي قلتها، راه ابتسام بنت القصر الكبير ام بي، ام بي معانا ياك، بنت لي ام بي على ما اظن، تحيه لام بي، تحيه لمارا بوغوصه تحياتي. راه شوف ابتسام بنت القصر الكبير، لو كنتو رجاله نتوما تدافعوا عليها، اللي كتهضروا على حق سعاد البريقي نتوما ما تقدوش، منافقين. وحده خرجت قالت لكم انا درت وفعلت مع فلان مع فلان، واخا ومع فلان كتبيه الحجه، كتبيه الحجه الناظور، وحتى الحاجه الناظوره صاحبي دورات معاك عطاتك 100 درهم ولا 200 درهم واش ديتيها منها، والسيده مسكينه راك عارفها مسكينه عايشه غير بوحدها، الحاجه الناظوره هي جابتها الهضره، وحتى دفلك يسحب لك درهم. دابا بلاك كرهتيها على السوبر شات، كتعطيهم السوبر شات علاش؟ خصك انت ما يطلعش لنا اللايف، ما يدخل عندنا حتى شي واحد، كنتي كتموت من جمال بالغيره نقولها لك، ماشي مني انا، كنتي كتموت من جمال وهضرتي فيها صاحبي مع اصدقائك يا زعما. ونهار درت انا الطوموبيل قلتي لهم بقيت غير انا، والله الا بلاط قلتي لهم بقيت غير انا اللي ما درتش الطوموبيل، كمال شرى الطوموبيل 13 مليون. شتي تعرف راسك بدون بلا ما تشعر، راه المتابع راه ما تيزقلش بلا ما تشعر، وانا سمعتك ودرت خليت، وحتى البروفيسور ما دار لك والو، البروفيسور ما كانش عنده حتى تواصل معك، وكرهتي حيت انا قلت ليها جي البروفيسور خدم على راسك في اليوتيوب. شنو قال لك راسك باش تعرف راسك منافق اصاحبي ومحسد؟ شوف انا نقول لك هذه رساله كلشي، الا كان فيك الحسد راه ما توصلش. تصور سوسوبيلا تحياتي، تصور اصاحبي شنو قال لك راسك؟ قال لك راسك ان البروفيسور غادي يوليو يتعاونوا معاه الناس وما غاديش يعاونوك انت. انا حيق بيك يا زعما، حقود مسموم نيشان، وسبحان الله تتقول لهم تناكل رزقي مهلي في راسي، ولكن انا نقول شي واحد مهلي في راسه خصو نقولها انا تناكل رزقي، ام تلا هضرت ودرتها جات عليا، تلا درتها جات عليا، راه قالت لك جداتي تنشوفو في الكاميرا صغيور فاش تلاقيت معاه قالت بغات تشنق عليا، قالت لهم حاشاكم قد البغل، وجدتي عرفتي كوجات في كوجات فيك هذا يد كوجات فيك، شوفي شوفي مزيان شوفي، اقسم رب الكعبه ما شوف والله ما كره كاع ما صمتي معانا، كره كي مازال في غيبوبه، هذا ناكل ورزقنا وما تنحسدوش وبخير الضمير ديالي مهني، وكثرت لي السم اللي فيك وعييتي ما تخرج تضرب في الروابع ديال الكفته تما والو، تقول المغرب حبيبي تحياتي، وتقول عطاوك الناس باش شريتي الدار، صيفطوا لك باش مشيتي لا حول ولا قوه، شفطي المتابعين والو ما تبان عليك حتى حاجه، حتى حاجه ما تتبان عليك سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله.
شنو غادي نقول لك؟ الله يرد بيك، وابقى لك غير متابعين ورا بلاك والله ما توصلها. لا احنا شوف ما تنوزنوش الناس بالفلوس، تنوزنوا الناس بالطيبوبه. راه بلاك غير مرأة وراجل عليك. راه انا شوف راه انا نشر دابا بلاك غير فين كانت، فين دوزات الويكاند ديال فين دوزات الكونجي ديالها غدوخ انت. ولكن قال لك بدي شنو غادي نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله. دابا غادي ندوزو الى ساعه الحسم الخوت غدا. ساعه فطيسه تهنينا منه فط شوف ما كاينش يتهنى منه قدي انا وجمال، تهنينا منه. يا اختي فيروز بين جنات، شنو وقع جنات؟ جليله تحياتي كامل خويا. انا في قصه تقولت فيه قدي ديال الخنزه الله يغبر ليه شقف، ما عرفت فين كان عقلي، حسيت بالشمته تقولت فيه. علاش تقولتي فيها جنات؟ ازيدي فيروز بين حتى هي تقولبات فيه. تخبركم فيروز بين حتى هي تقولبات فيه. تصوني عليا فيروز بين كمال عتق عتق، ما نعرف مالو مسكين. وانا مسكينه فيروز بين عزيزه عليا اختي، هذيك راه اختي. تصيفط ليا اوديو ملكه الشادلي، ملكه الشادلي مسكينه تخدم غير في الحمام عباد الله. ملكة الشادلي كتخدم غير في الحمام، تنصب عليها والله اختي. وتجي مسكينه هي تطير وانا خدام. كمال اعتق اعتق، واش انا قالوا لك هو الرئيس ديال الجماعه ديال القلال يشوف؟ وتنقول لي سيري خديجه اكيد سعيد و شفط المتابعين. كان خاصو يفرج دارو اللي ساكنين فيها بنياته. آه غاديش نهضر على بنياته ومرتو داكشي الله يسهل عليه براسو. هو يبعد من المتابعين، بعد على المتابعين. هاد الخطه راه سالات، هاد الشيء قديم ديال تبقى تهاجم. راه انا كنتي تقولها ليا، انا ضد زريويلك تنقول لك بعد على المتابعين علاش دير عليهم اللايف. تتقول لي انا عندي اللايف عليهم باش يهربوا عليه. والله لا والله ما بنت علي شي حاجه بالله. مين الله يحفظك بارك الله فيك، ما بنت عليك حتى حاجه صاحبي. محشومه مشيتي للعمره رجعتي، اعطي راسك غير واحد الشهر بعدا. قلنا شنو عشتي تما، شنو شفتي؟ الصفا والمروه، الميقات، بزاف د الحوايج. قلنا شنو شفتي تما، كيفاش عشتي؟ وانت جيتي قلتي لهم السلام عليكم الخوت، بغيت نبعد على الترشيم ولكن ما واخا مشيت للعمره ما تهديتش. علاش مشيتي خاسر الفلوس صاحبي؟ وانت دوك الناس اللي صيفطوك صاحبيك وكانوا بشار يديروا خير غير هنا، العمره كاينه هنا. العمره كيمشيو الناس غير يجيبوا، ما دبرتي والو في العمره. منحوس انا قلت لك انت زريويلي، نهار مشيتي عندو لصقتي فيه تحكم بعام ديال الحبس، مازال استئناف، راه ما حضرش الجلسه واقيلا الاولى. نوضها مع المكتب 11 ولا يضرب في القضاء هرب. تفضح فضيحه العمر ان السيد ماشي راجل، تي ديماري غير بالخيار. من نهار مشيتي عنده سبحان الله مشيتي. اوكي اوكي ام ريناد على راسي وعيني استسمح، مشيتي للعمره رجعتي ما دبرتي والو. منحوس مدبر رجع قال لهم بغيت نتهدى. راه الناس كيمشيو للعمره سوسي الثاني اللي تحياتي، الناس كيمشيو للعمره راه فعلا. نشوف تحية الناس العمره كيجيبوا الفلوس في العمره، كان كيخرج يصور فيديو يدخل لوطيل يضرب ماركيز والله ما عرفش. مشيتي يا صاحبي مشيتي، قولي الناس شنو درتي. قول الناس كذا قال لي فات العمره ما فيكم مشاهده. و المغرب حبيبي. واش الناس يمين ابو هنا وتحياتي زيراني في الدار. اوكي يا بروفيسور، واش كاين شي واحد تيمشي للعمره تيدير فيديوهات؟ انا ما عمري شفت هاد الزريويلي بوخياره، ما عمري شفتها انا هادي. وشفت القديده الناس كيمشيو للعمره كيمشيو، شوف كيمشيو كتولي بينك وبين الله. تا مشيتي بغيتي تسعى تما قالوا لك السعايه تما كلاس. قالوا لك راه كاينين الناس كاينين باكستانيين لاباس عليهم كيجيو كيخرجوا الزكاه. قلتي غنمشي غنجيب شي 20 مليون غادي نجي. وما نهار مشيتي انت للعمره هذوك الناس ضربتهم الحصقه تقردو
أمي. جيتي مغزف على بلاك. لا حول. نهار نبغي نمشي أنا للعمرة. رمشي صعيبة العمرة. العمرة راه 4 مليون 3 مليون تمشي. أندر صينية لايف واحد يجمعوا لي نمشي. ولكن راه ما غنبانش للناس. وسيفيني الانتقاد. أنا نهار نمشي العمرة سيفيني الانتقاد. والله البروفيسور ما مشى العمرة تقردو هذوك السواعدة والنعس ديالهم قالوا تما. لا حول هاي ضحكينا القديد هاي ضحكينا حيت راه درتي الضحك في راسك. والله ما علينا يا ربي تسمح لي يا ربي. المهم الخوت الطيارة يمشي فيها ده نعس. أصافي والله لقري التعليق ديالك. جا ممسوخ والله العظيم غادي تيحوايج ديالك ما تيحوايجك فم فحالك ما كازال من المسخ ديالك كازال. ما عليناش هذيك خليقة الله ما نهضروش فيها ربي تسيب عليا. ما تقلقش ما علينا. دابا غادي ندوزو لدقة الحسمة الخوت اللي هي غدا زين المحارب. خرجت بانوراما قالت ليهم انه غدا غيكون التاجيل وفرحانه. علاش غتفرحي؟ نورمالمون انا غادي نجي. نورمالمون خاص انه تكوني ناشطه حيت غدا غيكون الحسم. ولو كنتي فعلا ما باغاش تخدمي بهذا الملف غادي يكون غدا الحسم. الخوت غدا ربما غادي يكون الحسم ان شاء الله. 2.5 مليون غدا نتمنوا انه يكون اخر نهار نتساليو من هذا الملف. بارك علينا من الكذوب. الناموسة خرجتي على راسك. اصبري يا رجا. تحياتي لك. الله يحفظك بارك الله فيك. خرجتي على راسك. خرجتي على حياتك. خرجتي على بنتك يسرى. باش تعرفي راسك. شوف شنو تديري كتسجلي بنادم. سجلتي زهير. تداك زهير مضروب فردي. بنادم عارف ان الناموسه غتسجلو وتصيفطو البانوراما وغادي تهضر معاها. تي علاش غادي تهضر مع هذيك واش هذيك ام الفرحه ماشي دابا ان شاء الله يوميت ام حفصه. ف شحال شوف غادي نقول لكم. وكمل سير جيب لينا كسكسو بلاتي يا جمال. انت تفكرها في كرشك صاحبي. نمشي للدار الخوت نكمل معكم. المهم غدا الخوت غادي يكون جلسة اكيد غادي يكون. شوف سميرة سلمت الاستدعاء. لبنى سلمت الاستدعاء. كانت الجلسة هي هذيك ما كانتش ماشي مشكل. غدا اذا كانت الجلسة راه غتكون لافينال كونوا متأكدين. الا لجاو ثاني داروا شي طماطول باش انه يكون تأخير الجلسة. هنا تتبانوا ما عندكمش مصداقية. سير اخويا وسير وانا خليتك تدوز صاحبي وانت جاي تتسارع. هنا تتبانوا انكم ما عندكمش مصداقيه. واحد الاخت كتبت لي تحياتي سوق بايل كمال سير تعشى انا غادي نمشي. بلاك شد عيد الحمق. ف ولاد الشحيبه ما عرفش شدكم الخلعه حيت تقولوا يا ربي يا ربي. دابا ولاد الشحيبه شنو تيقولوا؟ يا ربي يا ربي يا ربي ما تدوش الجلسه. يا ربي يا ربي خلينا نخدموا شويه قبل ما نتفرشوا. حيت غادي تفرشوا غادي تجي سميرة وغادي الشهيدة ماجدة بون سيليبر. في اتونسيون ميرسي بون سيليبر. غادي تجي سميرة غادي تجي كلشي غيكون وصلات الاستدعاء. غادي تكون الجلسة وغادي ينتصر عليكم بوكريشا. انا ما كاينش اللي قتلني قد لبنى قالت لهم اختفاء بوكريشا. فعلا الناس كيقول لك حيدي داك العنوان وهكذا. بوكريشا راه اختفى فعلا على لبنى. راه الحب ديالها الحب ديالها اختفى. انا سمعت انه السجن ما فيهش ما عرفش ما كاينش الخطوط ولا خسر ليه التليفون. عادي راه ممكن بكري شي يكون طلع ليه الدم وضرب التليفون مع الارض وما لقاش باش انه يتواصل معاك لبنى. ولبنى زيري معنا اختفاء بكري شاف في مؤسسه سجنيه راه هو اختفى عليك فعلا حيت ما بقاش يتصل بك راه اختفى عليك. انا هادشي عادي. مستر توينز مرحبا بك.
شكون اللي بغاني نمشي يا خوت، شكون اللي ما بغانيش نمشي ما كتبش عليكم. يلا 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 معنا، شكون اللي بغاني نمشي غدا ان شاء الله. انا نسمع كلام لنا الله، لنا الله هي عطتني السوبر شات عاونتني باش نمشي. واش نمشي ولا ما نمشيش؟ لنا الله انا عارف كاينه في السطح. ولدي كمال تحياتي لك فاطمه ارتي تحياتي. بلاك هذا تكركر ايش ديال القديده انت كتصب بلاك، هي كتضحك هي من الصباح هي كتكركر في اللايف فتصحب راسك بلاك. هذوك العيالات السونسيبل غادي تاثر عليها وغادي تبعد من يوتيوب زعما وغاتبقاش تدخل عندنا مسكينه. يا ودي يا بلاك يا المعقد، يا ودي يا القديده يا المعقد، هي كتكركر عليك يا ايمن سير. ام ندى قالت لك سير 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 سير. دابا قولوا لي واش نمشي ولا لا. انا بغيت نمشي ما نكذبش عليكم، بغيت نمشي ولكن خفت لا كان تاجيل لا كان تاجيل لا كاين اضراب. اضراب ما تنظنش، قال لك سمعت لبنى قبيله قالت غيكونوا الجلسات واخا تيكون اضراب. كمال ديال اللي تسلكك فعلا داكشي اللي كاين. سوسن تحياتي سوسن، عاود لعبو ما تغيب السمو غير والله العظيم. السعديه الله يخليكم ديما ضاحكين والله ما نعرف ما كنظن ما عرفتش انا تنتمنى. ودابا شفت ولاد الشحيبات اللي فرحانين كاين تاجيل، لا ما خصكمش تفرحوا مادام انكم فرحانين حيت نتوما ما قادينش، حيت فعلا هذه هي الحقيقه نتوما ما قادينش وما عندكمش. لو كنتوا فعلا عندكم الادله وعارفين انه غادي تحكم وكاينه زين المحارم راه ما غاديش تشدكم الخلعه. الناموسه غبر ليها الاطر، الناموسه كتقول دابا راه الناموسه جالسه كتقول يا ربي ما يكونش غدا يا ربي يا ربي راه غنتفرش خليني غير شويه واجي نتعشاو وانا غادي وانا غادي يا الخوت. واش انا كرهت ندير البلاك تشطح ندير المتابعين والناس ينشطوا شويه عندي بلاتي بلاتي والله لا بلاتي لا ضروري ندير لكم شي موسيقى تحيي دوست. يلا الهواري يلا سير سير هذه بخاطر روبيلا يا رشيد النوار اهوت تصح دي زايده وهو يا
هذيك هذيك مولات الموزون هذيك دابا راه شدك الخلعه بحالك كتلع دي مع انتيا من الفوق قد قداش ومن تحت لي بالا سيناسب الهوى ما يثنين هردو هردو غدا غادي هبط الريدو كريم حمدي بانجو دي قوية باي شبر دي قوية باي شبر دي قوية أفوس باي شبر دي قوية باي شبر دي قوية عايش بردي قوية عايش بردي قوية عايش بردي قوية عايش بردي قوية تحياتي لكم. شوف واحد أخت كتبت لي أنا كمان ناشطة أجنو كين كي الله عز وجل ناشط. شوف خليها الله شنو غادي نقولك ناشط حيت عارف أنه ولاد شحيبر شدهم الرعدة وتيدعيو دابا باش أنه ما تكونش الجلسة لأنه غتكون أول ضربة في انتظار إن شاء الله الميلف ديال جمال تا ميلف ما غتربحوها. أنا جا نقولها لكم دائما غنبقى نطلع نأفوس عليكم لي زيبول كذلك يلي حياتكم عدال. الله يعطيك العز الله حفظك. وهذا كان ديديكاس القلاليش قبل ما نسد هذا اللايف ديديكاس متابعينا العزاز شكرا لكم بزاف. شكرا الناس سوبر شات الاخت لنا الله شكرا متابعين ديالنا على التعاليق على اللايكات الف لايك شكرا موصول يعني الشكر موصول لكم. امينه سرير انوار 2003 شكرا الجميع اللي شارك معنا في هذا المباشر ان شاء الله انتظرونا غنرجعوا الاكتيف المباشرات وشويه نعطيكم الراس لانكم تصرتوا شويه وحنا معكم البنات دوخني جافيل. فتحيه لكم كاملين الخوت احبكم احترمكم ودائما احنا معكم وبكم احنا كاينين هذه حقيقه. غدا غادي نقل مشيت الخوت غدا راه غادي راه غادي نطلع لكم بلايف من فاس. الله يحفظك ما تغبرش يا كمال ما غاديش نغبر ان شاء الله. مشيت غدا غادي نطلع لكم بلايف من مدينه فاس ما مشيتش سأتابع قدرت تأجل ما تزرب اوكي ما مشيتش ودابا لا دازت الجلسة دابا هي دابا حنا في حيرة دازت الجلسة دازت الجلسة الله يحفظك يا جميلة الرملي اللي خطيك دازت الجلسة وما حضرتش غتاني غيبقى فيا الحال. اللهم غدا غادي نفكر مزيان الا مشيت راه غتشوفوني بلايف من تما راكم عارفين غادي ندخل الجلسة واخا عارف عندي الاعداء تما ما كاينش مشكله الخوت احنا ماشي في بلاد الغاب بزاف الناس يقول لي ما تمشيش وقع لك مشكل ما يوقع لي. شوف خوكم راجل فين ما مشى انا احترم نفسي اللي بغى شي حاجه مرحبا. الا مشيت راه غادي نقل لكم الاحداث وغادي نقول لكم شنو وقع لداخل. الا ما مشيتش راه كلشي غيوصلني وغادي نطلع معكم بلايف ولا بلايف ولا فيديو تاجلات راه غادي تعرفوا شنو كاين. نور سلام الله يحفظك لهلا يخطيك. فالشكر موصول لكم احبكم في الله تبارك الله عليكم. صبح لي بارد وتفاحة وان شاء الله الخوت نتمنى انه يكون خير لان يضرب المحامي غيعلم اللبنة هنتواصل مع الروبالة ونشوف اكيد ادي معك صح صحابك لا صحابي ما مسالينش صحابي ما مسالين شكون كانوا مسالين كم شينا كاملين حجة وزيارة ولكن ماشي مشكل. شكرا بونسي ليبر شكرا للجميع شكرا لكاع المتتبعين تحياتي لكم احبكم في الله مع السلامة. السلام عليكم تصبحوا على خير غدا
نتمنى تكون ليلة الحسم غدا يكون الحسم، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. وغدا غادي تعرفوا شنو كاين الخوت، وكاع هاد الكتب غادي يحبس في انتظار الملف ديال جمال كذلك، وحنا معكم. لا ما تخافيش يا بلاك جدتي، لا ما تخافي، طلقتها شحال هادي صافي سالينا. يلا السلام عليكم.